حجما، اكبرها حجما، ويتحمل الشحن الخارجي حتى لو تبغى شيء لفتره. اللي هو النوع التومي، التومي يتميز بحجمها الكبير واللحم اللي فيها تمام، ولكن فيها الياف ولها عشاقها، وكذلك لها من لا يحب هذا النوع. بس اليافه اقل من السوداني، اقل نوعا ما من السوداني. نعم اقل نوعا ما من السوداني. تمام. وتميز ب كذا اللب الكبير اللي فيها، لبها كبير جدا، وكذلك طعمها رائع ولذيذ، طعمها حلو جدا رائع جدا. اوكي رائع. النوع الرابع والخامس، الخامس اوكي. النوع الخامس السوداني، طبعا حجمها صغير ياتي دائما، طعمها جدا رائع، وهذه اغلب البوفيات واغلب العصائر الموجود في البوفيات من النوع السوداني. هو يسموه ما نقول عصائر يعني، نعم اللي يستخدموا نعم البوفيات نعم في بالضبط العصائر بالضبط. حتى سعره هو اقلها سعر، اقل سعر في السوق، ومع انه الذ في الطعم في العصير. النوع السادس سنتيشن. نعم قريب. السنتيشن قريب من التومي تماما، ولكن عاده الصفار اللي ياتي في السنتيشن يكون افتح بكثير من الصفار اللي ياتي في التومي. هذا اصفر مايل للاورنج. نعم صح. نعم وذا اصفر فاتح بالضبط. هذا السنتيشن او سنتيشن، وذا التومي. وذا حبته اصغر من حبه التومي. نعم حبته اصغر وطعمه رائع، ولكنه السوداني افضل.